خبر بيتكلم او جدل بيتكلم عن بيع جواز سفر الرئيس الراحل انور السادات من خلال صالة مزادات في الولايات المتحدة الأمريكية. جواز السفر الدبلوماسي زي ما حضراتكم يمكن شايفينه الآن على الشاشة، الجواز الدبلوماسي الخاص بالرئيس الراحل أنور السادات. صالة المزادات اللي عرضت هذا الجواز على صفحتها وعبر موقعها الإلكتروني قالت إنه قيمة الجواز وصلت إلى 47,500 دولار. الناس بتتساءل الآن كيف خرج جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات، وأسرة الرئيس السادات طالبت بفتح تحقيق وملاحقة المتسببين في هذا الأمر. طبعا يعني أنا زرت متحف السادات في مكتبة الإسكندرية، ويعني مش فاكر بالظبط، لكن كان في مقتنيات كتيرة جدا. مش فاكر بالظبط هل جواز السفر الدبلوماسي اللي حضراتكم يمكن شفتوه الآن هل كان ضمن مقتنيات المتحف، وهذه المقتنيات التي سلمتها السيدة الراحلة جيهان السادات أرملة الرئيس السادات إلى مكتبة الإسكندرية وإلى متحف زي ما حضراتكم شايفين ده متحف السادات في مكتبة الإسكندرية أم لا؟ هل كان من ضمن هذه المقتنيات جواز السفر الدبلوماسي بتاع الرئيس السادات ولا لا؟ دكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي في مكتبة الإسكندرية معايا دلوقتي على التليفون؟ معايا؟ أهلا وسهلا دكتور عمرو. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخيرات، أهلا بك، أهلا بالسادة المشاهدين دكتور عمرو. السؤال الأساسي، هل جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات الجواز الدبلوماسي كان ضمن المقتنيات المعروضة في مكتبة الإسكندرية في متحف السادات؟ بالقطع وقولا واحدا لا طبعا. بالقطع يعني إن يعني هو تاريخ، يمكن هنتطرق شوية لتاريخ المتحف والفكرة الأساسية من وجوده في مكتبة الإسكندرية. طبعا جواز السفر لم يكن ضمن المقتنيات التي تمت إهدائها من قبيل قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. هي كانت الفكرة من مبادرة من مكتبة الإسكندرية أن يكون، لأن مكتبة الإسكندرية تضم كثير من المجموعات الخاصة، ويمكن لما حضرتك زرتنا شفت آخر متحف لينا هو متحف الأستاذ هيكل، فده صحيح. من ضمن أهداف المكتبة طبعا أن هي تضم المجموعات الخاصة بكبار وأعلام ورؤساء مصر. فكانت مبادرة من المكتبة وطلقتها طبعا السيدة الفاضلة جيهان السادات بترحاب، وسلمتنا العديد من المقتنيات الخاصة به. طبعا مش كل المقتنيات، وما نقدرش ان احنا نحصر كل مقتنيات، بس كان في وثائق، كان في وثائق، انا شفت وثائق هناك يا دكتور محمد. صحيح، في بعض الوثائق ومعروضة في المتحف. صحيح. في قسمين خاص بمقتنيات السادات، في قسم في المخازن طبعا، لان المتحف مهما كبر مش هنقدر نحط كل المقتنيات، ولكن يتم تجديدها اول باول. ففي قسم او جزء خاص وهو صغير بالنسبه للمقتنيات الشخصيه. احنا ركزنا في الاهداء او المقتنيات على حاجاته الشخصيه، يعني لو قلنا يعني اهم المقتنيات النادره طبعا بدلته العسكريه اللي تم اغتياله في حادث المنصه الشهير في اكتوبر سنه 81، دي هتلاقيها موجوده عندنا في المتحف. الساعه اللي كان لابسها الرئيس موجوده عندنا في المتحف. طبعا كثير من الاوسمه والناشينه التي حصل عليها الرئيس الراحل من خارج مصر موجودة في متحف السادات. نعم. بالإضافة إلى مكتبه ومكتبته موجودة كما هي في متحف السادات، وإحنا بنعرض هذه الصور والفيديوهات. إذن قولا واحدا لم يكن جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالرئيس الراحل أنور السادات ضمن هذه المقتنيات. إجراءات المكتبة صارمة جدا في تلقي مثل هذه الإهداءات. أول شيء
بنعمل طبعا قائمة قبل ما بناخد المقتنيات من المهدي، بيبقى في قائمة بتتسلم، القائمة دي بتدخل على قواعد بيانات المكتبة وبتدخل عهدة مستديمة على الشخص المسؤول، طيب وكذلك بيتم توثيقها ورقمنتها يعني طيب تصويرها. في متحف تاني للرئيس السادات اعتقد يا دكتور محمد صح؟ في متحف خاص في ميت ابو الكوم، في ميت ابو الكوم اعتقد، اعتقد ان هو خاص باخو الرئيس محمد انور السادات، وهو منزل تم شراؤه اعتقد سنه 96. نعم. وده موجود في طبعا ميتا بالكوم، بس حسب معلوماتك ما كانش الجواز السفر ده ضمن هذه المقتنيات الموجوده في ذلك المتحف؟ لا 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 اعتقد يعني لا لا اعتقد ان لا لا استطيع ان اجزم، ولكن حسب ما قرات انه طبعا لا يوجد مثل هذا. نعم. الباسبور بس. طيب. بالنسبه للمكتبه طبعا بقولا واحدا لم يكن ضمن مقتنيات. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي في مكتبة الإسكندرية، اللي بينفي جملة وتفصيلا ما يعني ما تردد أنه جواز السفر الخاص بالرئيس الراحل أنور السادات والمعروض في صالة مزادات في الولايات المتحدة الأمريكية خرج من المكتبة، لم يخرج من المكتبة، لكن هذا النفي يطرح علامات استفهام عديدة. كيف وصل جواز سفر الرئيس السادات إلى صالة مزادات ومعروض للبيع ومسعرينه ب 47 ألف دولار و 500 دولار؟ يعني كيف خرج إلى صالة المزادات؟ هل كان بحوزة أحد من يعني كان بحوزة أحد من أفراد أسرة الرئيس الراحل وقام بالتصرف فيه على نحو ما؟ أنا يعني لا أجزم، أنا بطرح أسئلة مشروعة وتنتظر الإجابة من يمكن من أسرة الرئيس، من ابنه السيد جمال السادات من إحدى كلماته، يعني لا أدري يعني، بس المفترض أن احنا نسمع من الأسرة ومن يعني أي جهات مسؤولة عن مقتنيات الرئيس الراحل أنور السادات ما كيف خرج جواز سفره.